لحضراتكم جميعا النهارده يعني كان في توقيع في منتهى الاهميه بالنسبه لنا للنهوض لمنظومه المال الجماعي في مصر اللي هو باختصار شديد جدا احنا النهارده وقعنا الاتفاق النهائي التمويلي لمشروع القطار الكهربائي محطه السلام العبور الشروق الروبيكي العاصمه الاداريه وان شاء الله المرحله الثانيه هتبقى الديس الجديده والعاشر من رمضان. الحقيقه بعد مفاوضات طويله مع البنك الصيني الحمد لله وصلنا لترمز او لشروط ممتازه قبلها الطرفين وبناء على كده مضينا النهارده العقد التنفيذي لتمويل هذا المشروع. طبعا العقد الاساسي الاتاري كان مضى او بنسميه فريم ورك اجريمنت تم توقيعه في الصين في زياره سياده الرئيس في شهر 9/2018. النهارده احنا زي ما بقول لحضراتكم النهارده مضينا العقد التمويلي النهائي ادارا بقى لبدء التنفيذ الفوري.